لليوم الثالث على التوالي تتوصل عملية تلقيح الصحفيين ومهنيي القطاع ضد فيروس كورونا كوفيد-19 بدار الصحافة طاهر جاوت. العملية تدخل في إطار حملة التلقيح ضد الوباء التي تم تنظيمها من طرف وزارة الاتصال بالتعاون مع وزارة الصحة ومصالح الحماية المدنية. C'est très important et c'est encore une fois à féliciter parce que on fait partie d'un métier où on est au contact des gens, où on sort au quotidien, كل واحد في الدومين تاعو الرياضة الثقافة الاقتصاد ولا السياسة. فبدير كو سي با بور دير كون اي بريوريتير مي tout comme le corps médical, tout comme les trucs de sécurité et tout, هاد لا ترانش تاع لا بوبولاسيون صحفيين اي فالي كيل بينيفيسي دو سو فاكسان. نظرا للاقبال الكبير والمتزايد المواطنين الشيء هذا دفعنا باش نزيدوا لهم يوم ثالث. حنا كنا مبرمجين يومين فقط، زدنا يوم ثالث نظرا لهذه الظروف. هذا يدل على شيء، فانما يدل على ان المواطنين بداوا يحسوا بضروره التلقيح وبخطوره الوضع اللي راها فيها الجائحه هذه. عملية التلقيح مست كذلك بعض المواطنين الساكنين بالأحياء المجاورة الذين استحسنوا هذه المبادرة التي من شأنها تخفيف الضغط على العيادات والمستوصفات. جلسة مليحة، كانت منظمة، كلش منظم، كل واحد ودوره، كل واحد وبلاستو، واحد ما كانش لا هرج ولا والو، كان كلش منظم. كل انستون سا سو باس بيان، يا اون كورديناسيون بارفيت، و لي جون راكم شفتوهم لهنا. وظفنا هنا في لا ميزون دو لا بريس يا سي ميدسان، يا لي ميدسان دالجي، وجبنا لي ميدسان دوتر ولايه. ويبقى التلقيح هو الوسيله الوقائيه الانجع والامثل لمحاربه هذا الوباء وسلالاته المتحوره، تحت الشعار الذي اطلقته وزاره الصحه: التلقيح حمايه للجميع.